محمد كان في التوك توك مع والدته، كانوا في مشوار وخطا وداه عند امها، وده كان واقف على في المكان اللي هو بيقف فيه شاور له. محمد ابن عارفه لان هو اخو واحد من اخته متجوزه هنا، اخته متجوزه هنا. فقال له راجع محمد، قال له راجع. فركب معاه قال له راجع هتروح فين؟ قال له هنجيبه شويه زرع من الارض من جوه. جيبوا زرع ايه؟ كرنب يعني عشان عنده فرح. فما دخل جوه الارض الزراعيه، قال له وقف التوك توك جنب عشه كده، جنب شويه عرش. تمام. قال له تعالى بقى البس لي قميص النوم ده، وعايزك ترقص لي شويه، ومعنى صح ان انا همارس معاك الجنس. تمام. فرد محمد قال له بس وحد اللاعب مهاني واهدى كده واقعدوا، اللي انت عايزه كله هعمله لك. تمام. هداه وقعده محمد ايه؟ جري منه. وقال له والله يا ابن الكلب لا اقول لابويا واهلي هنفضحك في البلد، هخليهم يقطعوك ويفضحوك في البلد. خاف من افتضاح الامر، جري ورا الولد مشوار بتاع 400 متر. وده طفل، وده طفل عنده 12 سنه يعني 400 متر وفي ارض طينه. في ارض طينه هاتوا هنا يعني ارض طينه بس. تمام. كم ادي شبشب ابن اللي كان لابسه، كان بيجري بيه. تمام. وقتلوا بقى ازاي؟ قتلوا ربط ايديه بالقميص هنا كده. القميص اللي هو كان معاه، هو اصلا ملبسش حاجه. لا ملبسش ابني، لا ملبسش حاجه، هو عايز يدوس ملبسش حاجه. تمام.